نشكر الرب. الرب سوسو بيحبك ومات علشانك يا أحمد حبيبي الغالي. تخيل كده، أنت لو رحت الواحد وطلبت منه 5 جنيه هيقول لك إيه؟ هيقول لك لا، ما بالك واحد ده بحبنه عشانك، شوف بيحبك لأي درجة. ده مجنون، عشان مجنون بحبك، مجنون بيك كده برضو تكسفه يا أحمد. يكسفه إيه؟ ده مجنون برضو. مجنون جاي ده بحبنه عشان أنا ما طلبتش منه كده، ايه اللي هببه ده؟ بس هو عشان ما هو عشان خاطر يوريك هو بيحبك قد ايه عمل كده. انا مش عايز يحبني يا اخي، قسم بالحب ده اللي بالشكل ده كده. حد في الدنيا مش عايز بابا يسوع يحب؟ انا مش عايز يحبني بالشكل ده، يدبح ابنه علشاني، ده مجنون. ما هو ده كم، هو ده روعه المسيحيه. ما ده عايز يتعالج معلمنا. فعشان كده انا بقول لك يا حبيبي الغالي وبدعوك انك انت تؤمن بالرب الجميل اللي بيحبك، ربنا سوسو اللي بيحبك ومات علشانك. الرب هو حمل الله. انت تعرف انك تقدر تقول له يا ابويا؟ انت تعرف كده عندنا في الدين، لذلك الترنيمة تقول لك اقدر اقول له يا ابويا والهي وحبيبي. تقدر تكلمه تقول له يا حبيبي وانت تحبه وهو يحبك ويموت فيك. بتجرب يا احمد وتروح؟ لا يا عم خير. عارف لو انت ما امنتش، أخاف يا عم. عارف لو انت ما امنتش بايه اللي هيحصل لك يا حبيبي؟ هيولع فيك بالنار يا حبيبي. يا ريتني انا مكانك، بس ما ينفعش يا حبيبي. الكتاب بيقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يلا بقى يا احمد يا حبيبي، امن بقى وخليك جميل وخليك حلو. يلا حبيبي وروح الكنيسه وتعمد وترشم شماس وخليك خادم للرب. والعملية يا أخي فيها فلوس حلوة، الكنيسة بتدفع برضو. خادم المسبح من المسبح يأكل. قلت إيه؟ قلت لا، هبعدوا عني كده برضو. ويهون عليك، يهون عليك تزعله منك، يجي لك قلب كده طيب بصراحة يجيني. يهون عليك. أنا بحبه يزعل صراحة من ساعة ما ده بحبنه أو عرفت إن هو ده بحبنه. وأنا صراحة الكلام ده أنت بتقوله، الكلام ده أنت بتقوله من وراء قلبك. أنا عايز يولع بصراحة. أنت لا لا لا، الكلام ده انت بتقوله من وراء قلبك. ينفع بعد ما تصلب علشانك وتضرب يا عيني وعلقه على الصليب تيجي تكسر قلبه وتقول انا ما بحبكش؟ يا كبدي يرضيك طيب؟ حرام عليك، حرام عليك يا حبيبي. قول له يا رب يا ربنا، يا رب يا ربنا تكبر وتبقدم. لا يا رب يا ربنا، أنا بحبك وبحب أمك يا ربنا، وبحب ابنك ابن ربنا، وبحب أبوك السماوي والروح القدس. املوني بالروح القدس عشان يبتهج فمي بتسبيحك. هللويا المجد للرب. قول يا أحمد، قول. أنا شايف الروح القدس بيعمل عجايب النهاردة، أنا شايف الروح القدس بيعمل فيك. حي هو الرب، قادر أن يغلب بالكثير والقليل. ما تكسفوش، ده بحبنه عشانك يا راجل. ازاي يجي لك قلب تعمل كده؟ ده خد علشانك ضرب ما فيش حد. انت جرب كده، خليك بتتعارك مع 2 3 4 صاحبك هيسيبك ويخلع، يقول لك يا نفسي هو استحمل ضرب علشانك، اتجلد يا عيني واتضرب واتهاد يا عيني وتفوا عليه، وبقال لك لا انا مش مهم اتضرب عشان خاطر بحب احمد، وضرب نفسه وضرب ابنه. وفي النهايه انت تتعمل كده ليه؟ كده يا اخي ليه بتعمل كده ليه؟ انا عايز ارد عليك بس مش عارف، عشان بضحك انا مش عارف امسك نفسي بالضحك بصراحه. طب اقول لك على تعالى كل يوم، انت لازم تجد كل يوم. انا فاهمك حبيبي احمد، عشان حضرتك من خلفيه اسلاميه، انت عايز دليل ان المسيح هو الله. خد عندك بقى الدليل ده. انت مش عايز دليل وعلم، أنا هكلمك بالعلم بتاع دوكنز وداروين يا عم. المسيح بيقول لك أنا الأول والآخر، وكنت ميتا وها أنا حي إلى الأبد. يلا بقى كده أنت قامت عليك الحجة، لازم تآمن. إزاي؟ هو من كلام المسيح، هو المسيح قال لك كده، قال لك أنا كنت حي وميت وهعيش على طول. يبقى هو الله ولا مش هو الله؟ لا مش فاهم المنطق خالص يعني. لا أنا حاسس يعني قصدك ان المسيح كذاب؟ لا انا قصدي ان في حاجه غلط في الاستدلال ده. خلونا عيط. طب انا بعيدا عن المداخله الكوميديه الجميله الذكيه جدا ديت،
انت من خلفيه مسيحيه صح؟ انا مسيحي حبيبي الغالي. لا لا يا لا انت مش مسيحي، انت لدين من خلفيه مسيحيه على كل حال. اوكي، والمداخله بتاعتك في منتهى الذكاء والطرافه، وبرافو برافو، تعالى كل يوم، عايزينك كل يوم، وعدنا تيجي كل يوم. انا معاك يا احمد، وطبعا انا يعني انا بقول انت كنت بتتكلم مع واحد من يومين حول السحر وحقيقه السحر والجن والعفاريت، فحضرتك يعني انا امنت بالجن والعفاريت. انت عرفت منين يا عم؟ انت مخاوي باين عليك. اخرج قوه دم يسوع، اخرج حالا، اسم الصليب قوه دم يسوع، اخرج. ده حبيبي الغالي، كنت بعمل المسرحيات دي وما زلت. طبعا انا فعلا انا كنت مسيحي، اغلب عمري عشت مسيحي، بعدين وصلت لسن الرشد اللي هو حوالي 13 14 سنه، قلت ايه الهبل ده، ورميت الكتاب المقدس في ادم بتاعي. هو سن الرشد بتاع الاديان 13 سنه كده، ده سن الرشد اللي المفروض تفهم فيه الاديان خرافات فعلا. لا برافو 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 برافو. انا الحمد لله وصلت سن الرشد، وربنا كرمني والحق، وانا يعني اهنيك وسعيد جدا بوجودي معاك. أدامك داروين على طريق العلم، ودمت على طريق العقل، وأنا في غاية الشرف وشرف بجد، أتشرف أني أكون مع شخص جريء وشخص قوي وشخص تحدى الخرافات وتحدى المسلمات بسيف العلم ونور العقل، فحرقها حرق. وبجد شرف أني أكون معاك، وبجد يعني دايما بيعجبني أسلوبك. هو الناس دي ما بتجيش غير باسلوب الجزم، الرقة والحنية دي لا، ممكن مع الرب سوسو، لكن انت شغلك طب. شكرا لك. فشكرا لك يا عزيزي. وانا يعني اهنئك، شكرا لك حبيبي الغالي، شكرا لك. يسوع بيحبك.